على هامش مهرجان الشرقية للخيول العربية كان لنا لقاء مع أحد مربي الخيول العربية ومدربي الخيول العربية بالمنوفية، مشارك النهاردة في المهرجان. معلم سلمي مرضي سلامة، مركز عربي بذكري، مركز أوسنا. أساسا أنا مش شرقية، من فقوس، بس قاعد حضرتك بقالي 40 سنة في مركز أوسنا. يعني خلاص انت بقيت أوسنا غربية يعني منوفرية، بس الأصل يعني. ما الأصل شرقاوي حضرتك. الأصل شرقاوي. احنا حضرتك مشارك في المهرجان من سنة 90 وانا هنا. من سنة 90 حضرتك واحنا مشارك في مهرجان الشرقية. ليك خيل النهارده في المهرجان؟ ليا في البلدي والمخاتيم. ليك في البلدي والمخاتيم. طيب يعني الخيل بتاعت حضرتك النهارده حققت أي مراكز ولا جميل يعني نسبة التوفيق؟ في البلدي خد مركز رابع وفي المخاتيم خد مركز خامس. احنا ما لحقناش نسجل بقى مع حضرتك، احنا كنا شغالين من العصر. كنا شغالين البلدي حضرتك بدأ من بعد العصر لغاية المغرب، ومن بعد المغرب لغايه دلوقتي المخاتيم مسجله. الف مبروك يعني، انتوا محققين مركز رابع النهارده في رابع في الثالث في البلد رابع، وفي المخاتيم خامس. في المخاتيم مركز الخامس. خامس يا فندم. في حضرتك في بلادن في مزرعه رباب شارع 11. ده هي بعد ده في 15. في 15 15 شارع الجاي مشاركين فيها برضه. كل سنه ان شاء الله حضرتك. طيب ان شاء الله نشوفكم على خير هناك ان شاء الله. عمرك بالتوفيق وربنا يوفق حضرتك. بنتمنى لكم كل توفيق، وبنبارك لك على الجوائز وعلى المراكز اللي حققتوها النهارده، وبنتمنى لكم التوفيق دايما. ربنا يبارك لك فندم. كل سنه وحضرتك. معانا الفارس عادل سلمي على هامش المهرجان، مهرجان الشرقيه للخيول العربيه. هو مشارك النهارده ومحققين مركز رابع في الخيول البلدي ومركز خامس في الخيول العربية الأصيلة المخاتيم. أهلا بيك. أهلا بك فعلا. الحمد لله. عندك كم سنة يا عادل؟ 21. 21 ما شاء الله. أنت غاوي خيل من إمتى؟ من صغري. خمسة. يعني بدأت تركب خيل من إمتى؟ وأنا عندي 10 سنين. أنت عندك 10 سنين. إيه اللي حببك في الخيل؟ أبويا طبعا. خمسة أربعة خمسة. أبويا لسه مسجلين معايا ولا معانا النهاردة؟ 16 16. إيه بتحب بقى تركب إيه أكتر؟ هل بتحب تركب فرصة ولا حصان؟ يعني أنت شايف بتحب إيه الأكتر؟ بحب أركب الحصان الذكر، الحصان الجدع، الحصان المظبوط اللي هو كويس يشد الجماهير. يعني دلوقتي لما كنت راكب حصان كويس حضرتك او غيرك بيعجبك، يقول لك المدرب ده راكب حصان حلو، والحلو لك وللناس طبعا. الخيل اللي فازت النهارده مين اللي علمها، انت ولا والدك ولا انتوا الاثنين؟ طبعا الاداره، والدي ربنا يخليه لنا، يعني احنا من غيره ما نسواش حاجه طبعا. انت اللي كنت راكب؟ خمس حصان. كان معايا برضو، كان مش شاكر خلف الابطال، بس ما حصلش نصيب يعني. بس الحمد لله انا حققت مركزين، وكل سنه ان شاء الله الحاجه نحقق اكتر ان شاء الله. انت دلوقتي ان عرفت ان انت في الجيش، انت حاليا في اجازه، وكانت فرصه ان انت تشارك في المهرجان. طبعا انا دخلت القائد بتاعي، الشكر اللي برضو كتر الف خير، واستاذنت منه ما رفضليش الطلب، قال لي يا عادل انت محترم وربنا يوفقك، وحتى كان لسه قافل معايا من شويه وكان بيحييني يعني. والحمد لله البطولات دي من سنه 90، يعني من ايام المعلم وفتح لنا باب البطولات ان شاء الله، من نجاح لنجاح، ونتمنى لك المراكز الاولى ان شاء الله في المهرجانات الجايه، وبنبارك لك مره ثانيه على المراكز اللي انت حققتها يعني. الحمد لله الحمد لله فندم، وربنا ان شاء الله يعني بالتطور، وكل سنه ان شاء الله ومراكز احسن ان شاء الله. ان شاء الله. هو الدايره فارس حضراتك، هو الدايره